عيد الميلاد يعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح. بهاي الأيام المباركة أهم شيء ممكن نتمنى إنه بلدنا يكون بخير والكل شركائنا بالوطن. العام اللي راح مرينا كنا كعراقيين بهواية تحديات وصعوبات، وهاي السنة راح نبقى مصرين على أن ننجح أكثر ونحقق كل شيء ممكن يخدم وطننا وحياتنا العامة. وكل عام وإحنا العراقيين بألف خير، ووطننا سالما منعما إن شاء الله.